مناقشة الحاضر بتفاصيل قديمة خلال احتفال بالذكرى 69 لثورة 48، نواة الثورة الأم، ثورة 26 سبتمبر. لفيف من الأدباء والمفكرين في هذه القاعة ناقشوا أهمية هذه الثورة 48 في إرساء مدى ميكي ثورة 26 من سبتمبر، مشيدين بمن قاموا بالثورة التي أرست الدستور اليمني الأول. نحن نعيش تاريخ رجال بذلوا عقود من الزمن في هذه المرحلة، في هذا المسار، في هذا المسار التغييري والنضالي والثوري. أعطوا بوطنهم كل ما يجب أن يعطيها أبناءه. الشخصية الوطنية الأستاذ محمد الفسيل اليوم يكرم على هذا الدور والجهد، كذلك ايضا سننتقل من هنا الى بيت الاستاذ محمد الرباعي لتكريمه. هذه الشخصيات الوطنيه هي التي اعطت كل ما في وسعها من تضحيات ومن عطاء لنهضه اليمن وامنه واستقراره. خلال الاحتفال بذكرى ثورة 48 تم تكريم آخر مناضلي الثورة التي جسد فيها الثوار الدستور اليمني الأول لإرساء قواعد وقوانين يطبقها الجميع من أجل الاستقرار ووحدة الصف. هذه الندوة التي ينظمها مركز التراث والبحوث اليمني ومنتدى اليمنيات بمناسبة ذكرى 69 لثورة 17 فبراير 1948، والتي سقطت فيها كثير من الشخصيات الوطنية. الاحتفال بذكرى ثورة 48 يأتي واليمن تعاني من عدوان سافر دعا إليه الفار هادي، الذي كان يسعى إلى جعل اليمن في فراغ دستوري لتصبح تحت وصاية العدو السعودي الحاقد على تاريخ اليمن ووحدته. بلقيس أحمد، اليمن اليوم، صنعاء.